استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق لسموه، وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمر الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد. هذا وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الطيبة التي جسدت عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والعمل على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية راسخة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها. حضر المقابلة معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح الأحمد الصباح ووزير شؤون الديوان الأمري الشيخ علي جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وكبار المسؤولين بالدولة.